ليس الأطفال والنساء من يقرر إشعال الحرب، لكنهم دائما من يدفعون ثمنها وأكثر من يشعرون بمرارتها. عبير واحدة من النسوة اللواتي اكتوينا بنار الحرب الدائرة في اليمن منذ قرابة العامين، والتي أدت إلى مقتل زوجها بشظايا استقرت في عنقه أثناء محاولتهم الهرب من قصف استهدف منزلا مجاورا لهم في محافظة صعدة شمالي البلاد. نحن كنا جالسين في صعدة من أول ساكنين، أنا وزوجي وأولادي عايشين أحسن عيشة. طبعا أجى الحرب وحنا آمنين في بيوتنا، ضربنا البيت اللي جنب احنا، خرجنا هاربين من كثر الخوف أنا وأولادي. أجن شظايا حطن لزوجي هنا ما توفى. في هذا الكوخ المصنوع من الصفيح والأقمشة المهترئة وبعيدا عن أي خدمات تذكر، استقر المقام بعبير وأطفالها السبعة برفقة والدتها وشقيقاتها الخمس في صحراء العبري بمحافظة حضرموت. بعد رحلة نزوح شملت عدة محافظات، رحت صعدة ورحت القفلة ورحت خمر ورحت صنعاء، والآن أنا في منفذ الوديعة ساكنة عند أمي زي اللاجئة. يعني ما في زي بيت الإنسان اللي يجلس ويرتاح فيه. عيالي يعني تعطلوا عن المدارس، عيالي يبكوا عن مدارسهم، احنا نبكي على بلادنا، نبكي على وطننا، نبكي على بيتنا كنا مرتاحين. عندي سبعة أولاد، ما اقدرش اوفر عيشتهم، ما اقدرش اكفيهم، ما اقدرش اوفر طلباتهم. طيب من فين نروح احنا نجيب؟ نسرق، نروح نشحات، الناس يضربوا احنا. يعني عند كل مطعم حارس، عند كل بقاله حارس، يضربوا اولادنا، يهينونا، احنا سب هيانة. احنا ناس بشر، احنا يمنيين، احنا كرامتنا، احنا احنا احترام، احنا كاي شخص مواطن في اليمن. وتشير تقارير المنظمات الدوليه ان نحو 80% من السكان في اليمن باتوا بحاجه لمساعدات انسانيه، فيما تحذر اليونيسف أن أكثر من 2 مليون طفل يمني يعانون من سوء التغذية في ظل استمرار دوامة العنف والحرب في البلاد. ما الحرب إلا من عرفها واكتوى بنارها، كحال هذه الأسرة التي تسببت الحرب في فقدانها لمعيلها وتشريدها عن منزلها. محمد اليزيدي لقناة بلقيس من مخيم إيواء النازحين صحراء العبر الحدود اليمنية السعودية.